ضيفتنا هلأ الصيدلانية رولا قطامي أبو جابر الحاصلة على شهادة رعاية الحمل والطفولة المبكرة. صباح الخير. صباح الخير. كيفك رولا؟ منيحة. كيفك في عندك انتي؟ تقرير حلو حمستيني هيك أشوفه. عن شو هالتقرير؟ مصورين تقرير للإميات اللي عندهم أولاد من عمر 3 سنين ل 8 سنين، إنه دائما الإميات في هذا العمر بيسألوا وين نأخذ الأولاد، شو نعمل فيهم، يعني كل هاي الأسئلة. ومصورين تقرير لرحلات خارجية لهالأطفال بهالعمر، بريت عمان شوي بس بالهواء، يعني بالهواء الطلق، عشان طقس عمان حلو أنا كتير بحبه حلو. فحلو هيك الأطفال يطلعوا برا، يعني ما يضلوا دائما بالبيوت. ومنها إشياء تعليمية، يعني هي رحلات بتسلوا فيها بس بتعلموا كتير منها. فهلأ بنشوف التقرير مع بعض. يلا خلينا نشوف التقرير. ما في أحلى من الأردن وطقسها لرحلات الأطفال الخارجية، وما في أحلى من رحلات بالهواء الطلق وتحت الشمس الدافية لننبسط ونتعلم بنفس الوقت. لأنه تراثنا وحضارتنا عريقة، مهم كتير يعرفوا عنها أولادنا. عشان هيك رحنا أنا وفرع على كان زمان، زرنا الغرفة البدوية، شفنا الخيمة، دلت القهوة، وقعدنا على القعدات العربية باللبس العربي. شفنا الاكسسوارات العربية، العقودة والخواتم، الفضة، والآلات الموسيقية العربية والبدوية، وكمان تفرجنا على المنتجات الزجاجية، شفنا اللوحات والسجاد المعمول على الإيد، وتجولنا بالقرية وتأملنا بالحجر والبنى القديم، وما مننسى المناقيش الزاكية هناك. وبعد هالرحلة انفتحت الشهية. المزارع موجودة حوالينا، سواء بريت عمان أو بالبيوت. حلو كتير الطفل يعرف من وين عم تيجي الخضرة والفواكه اللي عم نأكلها، ويتعرف على أنواعها الكتيرة المتوفرة بأرضنا: بندورة، خيار، بتنجان، ملفوف ودرة، وغيرها كتير نأكلها كل يوم وأرضنا غنية فيها. وما أحلى التمشاي بالمزارع والتأمل بالخضار والمحصول وتنشق الهواء النقي. ومن التراث للخضرة والفواكه رحنا عند الحيوانات، زرنا حديقة غمدان للحيوانات، وانبهرنا بالأسود والنمور والطيور، شفنا الغزلان، المها العربي، وحتى الحمار الوحشي. فرح انبسطت كتير لما طعمت السعدان موزة وشافته كيف عم بيقشرها لحاله. كتير حلوة زيارة حديقة الحيوان، مش بس للأطفال وللأهل كمان. هاي كانت بعض الأفكار لرحلات الأطفال الخارجية. طبعاً لسه في كتير أماكن بعمان وخارجها من مناطق أثرية ومحميات بينبسطوا فيها الأطفال وبيتعلموا وبيشوفوا كل إشي على الطبيعة. حلو كتير نأخذ ولادنا عليها.
رولا، بدي أسألك هيك سؤال، يعني لما تاخدي هيك طفل معاكي محل زي هيك، إن كان مزارع أو حديقة أو أي شيء، شو برسخ براسهم يعني؟ يعني بتعلموا كتير، بيعرفوا مثلا المزارع صارت تعرف انه هاي البندورة اللي عم نكلها من وين عم تيجي، شافت كيف بزرعوها وبلقطوها ورحنا اشتريناها. عند بمزرعة الحيوانات كتير انبسطت وشافت انه في حيوانات كبير صغير اشكال وانواع، فبتصير تتعلم عن طريق يعني اشياء مسلية، مش انه زي كيف يعني على مناهج زمان انه نحفظ وهيك. حلو الواحد يشوف وبتعلم هيك لحاله. بلا مثلا في أطفال بتحسيهم إنهم بصيروا يشدوا أهلهم، زهقوا بدهم يطلعوا، طب هدول الأطفال ليه ما بيعجبهم هيك إشي مثلا؟ في منهم صح، في يعني شو بكون السبب؟ يعني ما عندهم اهتمام بطبيعة، بخضرة، بفواكه، بحيوانات؟ أنا بقول الاهتمام بيبدأ من الولد وهو صغير، ويمكن الأهل لازم ينموا هذا الاهتمام فيه. فأنا دائما بحرص إنه بنتي من هي وصغيرة أخليها تتعلم الإشي على طبيعتها، مش أنا أعلمها إياها، بتصير تكره الإشي، يعني الإشي اللي واحد بنغصب عليه. فبأخذها معي مثلا إذا بدنا نروح على سوبر ماركت، بأخذها معي على الخضرجي، بأخذها معي، فبخليها هيك تصير تشارك بالحياة تبعت الكبار، بتتعلم بطريقة أحلى يعني. طب هلا هيك برا قربنا هيك شي شهر زمان وخلص كله بده ينضب البيوت وصفي قاعد على التلفزيون وكمبيوتر، شو في أشياء يعملها الطفل جوا بيت غير التلفزيون؟ صح، هلا الطقس بيبدا يبرد، بس كمان طقس الاردن محتمل، يعني كثير حلو انه حتى لو الطقس بارد نلبس جاكيت ونطلع. يعني احنا كنا ساكنين بكندا، لما بنتي كانت تروح على الديكر كانت ماينس 10 يعني درجه الحراره وثلج بكندا كل الوقت، يطلعوهم 15 دقيقه مشوار بريت المدرسه عشان يعني يتنشقوا الهواء النقي ويحموا حالهم من الامراض، مش زينا بنقول نضب البيوت عشان ما نمرض. هناك بقول لك انه اذا انت بتطلعي بالطبيعة وبتتنشئي الهواء النظيف بتحمي حالك من الأمراض. فيعني حتى الأردن طقسها محتمل بالشتاء طبعاً. فحلو الواحد يضله يطلع برا، وعنا أشياء حلوة كتير برا، دفوا واطلع بالضبط. هلأ كمان للرحلات الجوة، يعني جوات البيوت أو جوات الأشياء نوادي الموجودة. جوات لك بالضبط، مصورين كمان تقرير رح يطلع الأحد الجاي للأشياء اللي للأطفال من عمر 3 إلى 7 سنين وين ممكن الأميات يخطوهم. كمان يمكن لجوا منصير هلأ نفوت بقصص التكنولوجيا والكمبيوتر والأطفال كيف عم بيقعدوا عليها. إيش كمبيوتر؟ يعني هلأ كمبيوتر ممكن يفتح يحضر فيلم يلعب فيه، هلأ زي ما قلتي أبليكيشنز حلوة صارت. صح، هلأ صار للأطفال الصغار حتى سنتين تلاقي فتح الكمبيوتر وصار خربش. مزبوط، يعني حتى في دراسة لقت إنه الأبليكيشنز الجديدة الموجودة على الآيباد والآيفون وهدول الأشياء الصغار عم بيستعملوها كتير أكتر من الكبار بنفس البيت، يعني بتلاقي الأم والأب ما عم بيستعملوها بس الصغار اللي عم بيستعملوها، فعم تدخل هاي بعقلهم أكتر. فلازم نبدأ يعني في هاي صور من أبليكيشنز إيش بصير يلون، يعني هاي بصير يلون عليها فحلو بصير يعرف الألوان وبيلون بطريقة حلوة، بيختار أي لون بده إياه وبصير يعني هي مرسومة بتكون بس أنت بتلونيها. بالضبط، هاي أنا كتير بحبها لبنتي لأنه بصير يقولها touch the number 4 مثلا. فهي بتكبس بصير تحفظ. بالضبط، والله هاي منيحة على الكبار كمان. حلو. هلا هاي للأحرف نفس الإشي، بقولها touch the letter F أو touch the letter A، فبتصير تتعلم يعني الفوكابيولري أو المفردات أكتر والأحرف بطريقة حلوة. هلأ هاي كتير حلوة، وهاي أخذت أورد من البيرنتس ماجازين اسمها I write words للصغار، بتعلمهم كيف يكتبوا الأحرف، يعني بتحط أصبعها وبتكتب. فهلأ لو منشوف الصورة الثانية شوفي كيف بنزل بعدين بتكتب. هلأ إذا كتبت غلط بتطلع لها أنه برجع بعدل، برجع بقولها غلط. بالضبط، فهاي كتير حلوة للصغار وأخذت جوائز إنها من أحسن الأبليكيشنز التعليمية للصغار. في منها كمان أرقام إنه هيك بتحط إيدها وبتكتب الرقم. الأولاد بحبوا يطلعوا رحلات برا، يعني أطفال صغار بحبوهم هيك، روح زي يعني انت وفرح لما بحبوا. بالضبط، بنتي كثير انبسطت يعني وقتها، وحتى انا انبسطت، يعني لو تشوفي جنينة الحيوانات هاي قديش انبسطنا عليها انا والمصورين كمان. احنا رح نروح يعني عليها بناء على تقريركم. لازم تروحوا عليها يعني، وقريبه مش انه كثير بعيده، وحلو انبسطت يعني. كان طلبت منك ماما خديني مره ثانيه؟ لا، بس صارت تقول لصاحباتها عنها انه رحنا هيك ويعني، فبتحسي ممكن وهي مرة تصير تقول لك هذا بس هذا سعدان، هذا تصير الصوره بتضلها شافتهم حقيقه، فبتضلها راسخه بذهنها الصوره. صح، غير انه تشوفه في التلفزيون ولا كمبيوتر، شافت بعينها.
صح آه شافته بعينها وعرفت. لاحظت إنه حتى على البسك حطت إيدها على البسة، عرفت مين تقرب عليه ومين ما تقرب. صح عرف يعني عرفت لأنه مبين الأسودة حاطينهم بفوس قفص هيك بعيد، فعرفت إنه ما بيصير تقرب. خطر. آه البسس شوي بيطلعوا لك على السياج هيك بيكونوا بدهم يلعبوا. كتير حلو. وحتى يعني بتصير تعرف الملمس، يعني كمان هاي إشي بنمي الحواس عندهم، لما تمسك البسة تحسها ناعمة، هذا كمان بنمي حاسة اللمس عندهم، فكل الحواس بتشتغل يعني بطريقة وبتعلم الطفل بنفس الوقت. هي بزبط زي بتقول بتعلمه إنه هذا منيح، هذا يعني قرب عليه، لأنه هو البسة بطبيعتها بتقرب. صح. وما بتأذيها بكرة مثلا، ممكن إذا قرب عليها شيء واحد من هذول الأشياء اللي شافتهم مش أليفين ممكن هي تزيح أو تهرب أو تخبطه. مزبوط. أما الأشياء الأليفة لا، بتصير بدها إياها تيجي لعندها أكثر. صح. يعني هاي القصص على اللي الطبيعة اللي منعيشها، الشغلات اللي بنعملها نحن من غير ما نعرف إنه هي بتعلم وبتنمي وبتخلي عند توجد شيء عند هالطفل. يعني قديش هي بسيطة بس قديش هي مهمة في حياته في تكوين شخصيته. صح مزبوط. يعني حتى يمكن الأهل بحبوا إنه مثلا على الويك أند يوم جمعة يوم سبت مش عارفين وين يروحوا، هلأ يعني الطقس هيك مقبول بقدر الواحد يطلع ياخذ الأولاد، فحلو في كتير مناطق أثرية حلو الأطفال يتعلموها. يعني إحنا عندنا كتير أثرات وتراث وهيك، حلو نعرف شو كان في هون ومين كان عايش هون يعني، والصغار كتير بيسألوا فحلو نجاوبهم بإشياء يعني هيك بتركب بعقلهم. في جراش يعني بيقدر يروح عليها، المدرج الروماني، سوق يعني الخضرة. سوق الخضرة بالضبط. سوق الخضرة يعني بدل ما يكون عندي، يمكن في أنا ما عندي كمبيوتر وسبيشالي مثلا أقول آيباد. صح. ما عندي إياه بس بقدر أني أروح أعلمهم إياه على الحقيقة بدل ما تطلع لي على الكمبيوتر تفاحة وموزة وبردقانة. بالضبط. هاي تفاحة إيش هاي ماما، تاخديها معك أنت اشتري وبذات الوقت بتعلم. مزبوط. آه يعني دائما إذا جوزي بينزل على سوق الخضرة عم بيخدها معه وبتنبسط، يعني بتشوف بندورة وخيار، حتى إذا مرات بتروح على البلد فبتسمعهم بينادوا فبتيجي بتقولي كانوا ينادوا خيار بندورة، فهيك بالمفردات بترسخ بعقلهم بإشي شافوه على الحقيقة. طيب يعني حلو. يعني لازم هالواحد يطلع أولاده، ما يخليهم ضلهم قاعدين بالبيت وجنبه وتلفزيون وكمبيوتر، لا. صح. طلعوه خليه يطلع للحياة وهو صغير ويتعلم، لأنه هذا كل إشي علم. آه بالضبط. يعني إحنا يمكن على أيامنا كان هيك الصغار مطفوصين، يعني إذا بدنا لا والله على أيامنا كان إرعى بعلي. بس إنه مثلا إذا بدنا نشارك بحديث الكبار أو نعطي رأينا ما يعني ما كان بسحلنا كتير، هلأ شوي عم تتغير الدنيا، فحلو الأطفال يشاركوا بالرأي، صاروا يعيشوا نفس حياة الكبار بنفس التجربة وهيك إشي، فحلو يعني يشاركوا. وعلى موضوع الخضرة والفواكه هلأ لأنه عم نلاقي كتير نسبة نصاحة عند الصغار أو الأوبيزيتي، فحلو كمان نعلمهم عن الأكل الصحي، خضرة فواكه، مش كل شيء هامبرجر وهوت دوغز وهاي الجنك فود اللي عم بكلوها كتير. رولا قطامي أبو جابر، حلو وممتع الحديث معك وتقاريرك حلوة. شكرا. وواحد بستفيد وأكيد أنت في عنا تقرير حلو يوم الأحد الجاي. يوم الأحد الجاي إن شاء الله بنكون مع رولا في فقرة حلوة. هلأ رح ننتقل لرندا وضيوفها اللي نحكي عن الجمعية الفلكية بعد الفاصل.